أهلا وسهلا بكم. بعدما تعرفنا في الدرس السابق عن الفرق بين الإطارات العادية والإطارات المدعومة لمدى طويل LTS لكل من توزيعات لينكس مانت وتوزيعات أوبونتو وإليمنتاري أو إس، سنرى في هذا الدرس الفرق بين إطارات 32 بت و 64 بت. أيضا هذا الخيار نصادفه حين نريد تحميل أي توزيع من توزيعات لينكس. إذا فكيف يمكن أن نتعامل مع الخيارين؟ ما هي الفروقات بينها؟ وعلى أي أساس يمكن أن نختار الأنسب لنا منها؟ لو دخلنا إلى صفحة تحميل أوبونتو مثلا، سنجد إضافة إلى خياري الإصدار المدعوم لمدى طويل والإصدار الأحدث، سنجد خياري 64 بت و 32 بت بالنسبة للإصدارين. إذن هنا لدينا خيارين. نفس الشيء بالنسبة لتوزيعات لينكس مانت، لو دخلنا إلى أي إصدار، وهنا مثلا الإصدار 13 آخر إصدار مدعوم لمدى طويل، سنجد أنه لكل واجهة هناك إمكانية اختيار إصدار ب 32 بت وإصدار 64 بت. نفس الشيء الإليمنتاري أو إس، سندخل هنا إلى رابط التحميل فنجد هنا إمكانية الاختيار بين 64 بت و 32 بت. السؤال الأول الذي يمكن أن تطرحه هو ما هو الفرق بين الإصدارين 64 بت و 32 بت؟ بالنسبة للنتيجة النهائية التي ستحصل عليها بعد تثبيت النظام، فلن يكون هناك أي فرق من حيث الواجهة، الإعدادات، البرامج، فكأنك تثبت نفس النظام سواء كان 64 بت أو 32 بت. لكن الفرق يكون من حيث الأداء، حيث أن النسخ أو الإصدارات 64 بت موجهة للأجهزة الحديثة التي لها معالج بروسيسور يدعم 64 بت. معنى ذلك أن المعالجات التي تدعم 64 بت يكون لها امتياز أنها تستطيع أن تتعامل مع ذاكرة حية رام أكبر من 4 جيجا بايت، في حين أن المعالجات التي تدعم 32 بت فقط يكون لها الإمكانية أو القدرة على التعامل مع ذاكرة حية رام في حدود 4 جيجا بايت فقط. إذن يمكن أن تتبع القاعدة التالية: لو كان لجهازك ذاكرة حية رام أقل من 4 جيجا بايت، فيمكنك مباشرة أن تحمل الإصدار 32 بت. لو كان لجهازك ذاكرة حية رام أكبر من 4 جيجا بايت، فيمكنك في هذه الحالة أن تتحقق أو تتأكد من هل جهازك يدعم 64 بت أم لا، لأنه لا يمكنك أن تحمل أو تشغل الإصدار 64 بت على جهاز معالجه يدعم 32 بت فقط، في حين يمكنك أن تشغل 32 بت على جهاز يدعم 32 بت أو على جهاز يدعم 64 بت أيضا. إذن هذه القاعدة الأولى كما قلت بالنسبة للذاكرة الحية، يمكن أن نتحقق من هل الجهاز هنا يدعم 64 بت أم لا بطريقة كنت شرحتها في هذا الدرس، كيف أعرف أن جهازي 32 أو 64 بت على توزيعات لينكس وما هو الأفضل بينه. هنا كنا تحدثت عن الفرق بين 32 بت و 64 بت والحجم الذي يمكن للمعالج أن يتعامل معه في حال كان يدعم 32 بت، قلت أنه بحدود 4 جيجا بايت فقط، في حين أنه لو كان يدعم 64 بت فيمكنه إدارة ذاكرة حية تصل حجمها إلى 16 إكس بي بايت، هذا الرقم الكبير جدا الذي حاليا لنقل لا توفر أي أجهزة لها هذا الحجم الكبير من الذاكرة الحية للمستخدمين العادي. إذن لنتتبع طريقة التأكد أو التحقق من هل الجهاز يدعم 64 بت أم لا. بالنسبة لتوزيعات لينكس، لو كنت تستخدم أي توزيع من توزيعات لينكس، فيمكنك عن طريق الطرفية إدخال الأمر التالي LSCPU على هذا الشكل، وهنا سيعطيك معلومات عن المعالج بروسيسور، ومن بينها هذا السطر هو المهم، هنا يعطيك هل الجهاز يدعم 32 بت و 64 بت أو 32 بت فقط. بالنسبة لي جهاز يدعم أو معالج جهاز يدعم 32 بت و 64 بت، إذن يمكنني أن أثبت أو أحمل وأثبت أي نسخة أو أي إصدار أريد 32 بت أو 64 بت. في حال كان جهازك أيضا يدعم 32 بت و 64 بت، فمن الأفضل دائما أن تختار 64 بت إلا إن كان لك سبب مقنع يجعلك تختار 32 بت. في حال كان جهازك يدعم 32 بت فليس لديك أي خيار سوى اختيار الإصدار 32 بت. بالنسبة لمن يستخدم ويندوز، هنا سندخل إلى الجهاز الوهمي ونرى كيفية التعامل مع ويندوز. هنا في الصفحة التي لدي، هنا سأضع رابط هذه الصفحة، هنا يوضحون بالإنجليزية كيفية الوصول للمعلومات التي
توضح هل الجهاز يدعم 32 بت و 64 بت أو 64 بت، عفوا 64 بت أيضا أو 32 بت فقط. هنا على الجهاز الوهمي سأدخل إلى، إذا هنا تدخل إلى قائمة ابدأ ومركز التحكم، وهنا ستدخل إلى معلومات أو المعلومات الخاصة بأداء الجهاز، وهنا ستجد خيار للدخول للمعطيات التفصيلية لأداء الجهاز، إظهار المعلومات التفصيلية، وسيعطيك هذه النافذة. المهم فيها في السيستم نظام هذا السطر سيكون بالإنجليزية 64 bit capable، القدرة على تشغيل 64 بت، فلو كان هنا يس نعم فمعنى ذلك أن جهازك يدعم 64 بت ويمكنك أن تشغل الإصدار 64 بت عليه. في حال لم يكن يدعم فستجد نعم لا كبيرة هنا. إذا على ما أعتقد كان هذا كل ما أريد أن أشير له في هذا الدرس. كما قلت هذه الصفحة سأضع رابط لها كي تتمكنوا من تتبع هنا الخطوات بالإنجليزية، هذا على ويندوز 7 ويندوز إكس بي أيضا مشروح كيفية الوصول للمعلومات. وكما قلت من يستخدم توزيعات وبونتو أي توزيع يمكنه استخدام الأمر LS CPU لمعرفة هل جهازه يدعم 64 بت أم لا. والدرس الكتابي ستجدونه طبعا في وصف الفيديو على اليوتيوب. إذن هذا كل ما يخص هذا الدرس، نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.